أول خبر معانا النهارده هيكون عن مواجهة نادي الأهلي لفريق البنك الأهلي النهارده الساعة 7 بالليل، وده ضمن منافسات الجولة ال 15 من الدوري الممتاز. والحقيقة كان الفريق اختتم امبارح استعداداته للمباراة، واجتمع السويسري مارسيل كولر المدير الفني باللاعبين وعمل لهم محاضرة لمناقشة بعض الجوانب الفنية والخططية اللي هينفذوها إن شاء الله في الماتش قبل ما يكملوا باقي التدريبات. وطبعا الأهلي دلوقتي متصدر البطولة برصيد 34 نقطة بعد ما فاز على الزمالك في مباراة القمة بنتيجة 3 أهداف دون رد. يعني ان شاء الله كده ان شاء الله خير، بنتمنى التوفيق ان شاء الله للاهلي طبعا في المباراه عشان نفضل محتفظين بصداره الدوري بفارق كبير جدا عن المنافسين ان شاء الله.